صائمون الله أعلم. مشاهدينا الصائمين والصائمات في كل مكان، ربنا يتقبل صيامكم. يا مروة وطي التلفزيون شوية يا بنتي وحطي السلطة على السفرة يلا بسرعة. ليلى مش ملاحظة ان وفاء اتأخرت؟ انا قلقانة لحسن يكون حصل لها حاجة في السكة. ولا حصل حاجة ولا بتاع، هي وفاء كده بتحب دايما تيجي متأخر علشان ما تساعدش في حاجة، يعني تيجي هانم على الفطار على طول. ليلى احنا صايمين يا بنتي، ما يصحش اللي انت بتقوليه ده، وبعدين وفاء صاحبتنا بطلي بقى الظن السيء بتاعك بلا ده. لا ظن بلا بتاع، المسافة بينكوا ربع ساعة ووفاء معاها عربية، يبقى اتأخرت ليه؟ ولا كلمة الحق تزعل؟ وبعدين وفاء اصلا عليها حركات. يا ليلى الغايب حجته معاه، وبعدين ده الخلق للخالق. وبعدين قولي لي هنا، انت مالك قلب على وفاء كده مره واحده؟ ولا قلبت عليها ولا حق، بس سقطع دراعي ما كانتش قاعده دلوقتي في بيتها. هي كده على طول تحب الكل يستناها. بعيد عنك تناكه، طلع لعمتها فوزي، انت ستي كانت بتبص لنا زي لما قابلتها من كام يوم. يا ليلى ملناش دعوه بالناس. بس عندك حق في حكايه عمتها دي، دي زي ما يكون كانت عصره على نفسها ليمونه، شفتي كانت بتبص لنا ازاي؟ يلا ده الخلق للخالق، بس برضه ما تطلعش فيها كده. على رأيك ملناش دعوة بالناس، بس هي كانت بتبصلنا كده ليه يعني؟ ياه الوقت عدى بسرعة، فاضل نص ساعة بس على الأذان. بقولك أنا هكلمها على الموبايل وخلاص. وتكلفي نفسك مكالمة على إيه؟ أنا حاسة إنها مش جاية. آه أكيد مش هتيجي، مش هتقدر تحط عينها في عين. مش هتقدر تحط عينها في عينك ليه؟ إيه هو إيه اللي حصل؟ أصل هيثم ابنها جالنا من يومين معاها علشان يتعرف على سلمى، وبعدين لما حس إنها ارتاحت له طلعوا فيها وما ردوش علينا، مع إن الواد مش حاجة عدلة قوي يعني. يا شيخة بقى هيثم مش حاجة عدلة، اتقي الله. وانا قلت حاجة؟ انا بس بقول انه مش لقطة. طب والله ما كان يحلم بيها، اهو اتنفش لما عبرته. على رأي المثل عبر العفش يتنفش. انتي بتقولي انهم جولكم من يومين؟ طب يعني ما تأخروش ولا حاجة يا ليلى، استني شوية. انا حاسة ان الولد عاجبكو، بس انتوا اللي متضايقين ان هم ما عبركوش لحد دلوقتي. ولا عجبنا ولا حاجة. يا ليلى بقى هيثم مش عاجبكو؟ ولا هو عيني فيه واقول اخيه؟ ماما كده الاكل كله جاهز، انا هكلم طنط وفاء اشوفها اتاخرت ليه. لحسن تكون مش جايه، اصل انا سمعت ان مامتها كانت في المستشفى. اكيد دي طنط وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا وفاء؟ ورحمه الله. انا اسفه على التاخير، اصل ماما المفروض تخرج النهارده من المستشفى، فروحت اجيبها بالعربيه، وبعدين اخدت طنط فوزيه تغير على العمليه بتاعت عينيها. عينيها ليه؟ سلامتها. ايه ده انتوا ما لاحظتوش انها كانت تعبانه لما قابلتوها في الشارع دي على طول مقفلاه؟ لا والله ما خدناش بالنا خالص. لا وبعد ده كله هيثم صمم ياخدني معاه نختار هديه حلوه لسلمى علشان لما نجي لكم يوم الاثنين ان شاء الله. انتوا فاضيين الاثنين ولا نخليها التلات؟ لا فاضيين ان شاء الله. انا اسفه يا ليلى اني ما كلمتكيش من يومها، بس اديكي شايفه الدوامه اللي انا فيها. يلا 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 نكمل كلامنا على السفرة، الأذان خلاص. والله الواحد بيتعب قوي في الصيام. المهم بس ربنا يقبل منا. صائمون والله أعلم. صائمون والله أعلم. صائمون والله أعلم. صورها لكم نبيل العسقلاني، أميرة بدران، مريهان عبد المجيد، أشرف يحيى، مجاهد شرارة، باسل سمير، نهاد عبد العليم، ومها الكيان. فكرة محمد خليل، كتبها لكم دينا جمال، هبة محمد، وردو عزت. الهندسة الصوتية عبد الله فرج، وأخرجها لكم محمد خالد.